قررت وزارة الأوقاف إقامة صلاة عيد الأضحى بمسجد السيدة نفيسة فقط بنفس الضوابط والإجراءات الاحترازية التي أقيمت بها صلاة عيد الفطر وبعدد محدود من العاملين بوزارة الأوقاف، بينما يقتصر باقي مساجد الجمهورية على إذاعة تكبيرات العيد عبر مكبرة الصوت الخارجية. على جانب آخر، بلغت حتى الآن حصيلة مبيعات سكوك الأضاحي من مديرية الأوقاف ومختلف أماكن البيع بلغت أكثر من 75 مليون جنيه. وللمزيد ينضم إلينا مباشرة من وزارة الأوقاف مراسل أخبار مصر الزميل وليد هيكل. وليد، بعد التحية، كل سنة وأنت طيب. ضعنا في آخر ما لديك من أخبار بخصوص صلاة العيد وسكوك الأضاحي. نعم محمد، متابعونا معكم من ديوان عام وزارة الأوقاف ومتابعة للإجراءات والضوابط التي وضعتها وزارة الأوقاف بشأن صلاة عيد الأضحى غدا بإذن الله، وكل عام والشعب المصري كله بخير. كذلك متابعة لمشروع سكوك الأضاحي، هذا المشروع الذي تابعناه منذ عام 2016 من خلال كاميرا قطاع الأخبار التلفزيون المصري وحتى عام 2020 العام الجاري. أما عن الضوابط والتعليمات التي وضعتها وزارة الأوقاف، فكما ذكر الخبر معك محمد الآن، بالفعل أن وزارة الأوقاف قررت إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها. لكن مزيد عن الضوابط والتعليمات التي أقرتها وزارة الأوقاف، يسعدنا أن ينضم معنا الآن معالي وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة. سيادة وزير الأوقاف، ما هي أهم التعليمات التي وضعتها الوزارة بشأن صلاة العيد غدا بإذن الله؟ ثانيا، ماذا عن مشروع سكوك الأضاحي؟ وآخر المتحصلات أو حصيلة بيع السكوك حتى الآن، والمشروع كيف يرسخ أو بأن يكون الأسر الأولى بالرعاية في كفالة الدولة وليس كفالة الأفراد؟ أولا يسعدني أن أتوجه بخالص التهنئة إلى سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلا الله العلي العظيم أن يعينه وأن يوفقه وأن يسدد خطاه لما فيه صالح البلاد والعباد. وأتوجه بالتهنئة إلى الشعب المصري كله وإلى الأمتين العربية والإسلامية والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، بل إلى البشرية جمعاء، سائلا الله أن يجعله عيد يمن وبركة على الناس جميعا. أما عن الإجراءات العيد، فكما أكدنا هي نفس ضوابط وإجراءات عيد الفطر، خطبة في مسجد واحد هو مسجد السيدة النفيسة رضي الله عنها وأرضها، ويسمح لباقي المساجد على النحو الذي تم به في عيد الفطر رفع التكبيرات من خلال مكبرات الصوت عبر إذاعة القرآن الكريم دون وجود مصلين، دون وجود مكبرين، فقط دخول المسجد، يدخل الإمام والعامل ويغلق المسجد ولا يسمح بدخول الجمهور، وإنما يرفع التكبيرات. أيضا خطبة الجمعة بإذن الله تعالى ستقام في مسجد واحد فقط، هو مسجد التلفزيون، بذات الضوابط الإجرائية وبعدد محدود من العاملين باتحاد الإذاعة والتلفزيون، ولا تقام الجمعة، وإن شاء الله تصلى ظهرا في المنازل كما يتم في صلوات الجمعة. وبنسأل الله عز وجل أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد. في الوقت نفسه احنا بنعد خطة إن شاء الله العودة التدريجية لصلاة الجمعة، وهيتم عرضها على لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء في اجتماعاتها بعد عطلة العيد بإذن الله تعالى. أما عن سكوك الأضاحي، فهناك فرق عمل تتابع الآن سواء في الديوان سواء في المديريات الإقليمية. الآن ونحن نتحدث هناك مدير أوقاف أسوان مع فريق من العاملين في المجزر الآلي ينهون الاستعدادات، بنطمن كل المشاركين وبنقول لهم الذبح سيبدأ في الوقت الشرعي عقب صلاة العيد بإذن الله تعالى، وعلى مدار يوم العيد وأيام التشريق رؤوس الأضاحي أكثر من 5000 رأس وصلت بالتعاقد مع وزارة التموين، بيتم الذبح بإشراف وزارة الأوقاف، وزارة التموين، الطب البيطري، ثم تبدأ عملية التبريد والتشفية والتقطيع، وفريق العمل الآن في قلب المجزر الآن، وإن شاء الله سنبث على موقع الوزارة فيديو لوصول رؤوس هذه الأضاحي. وبنأكد أيضا فرصة لكل اللي هو ملحقش يخرج الصك، بنقول له ما زالت مديريات الأوقاف وعلى موقعنا التواصل لمن أراد أن يعني يضحي. الحقيقة أيضا قلنا شكر وتحية وتقدير لكرم وأصالة الشعب المصري نتيجة الحقيقة الإقبال وهذا التكافل، شعب معروف بالتكافل والتراحم والكرم،
إجمالي ما جمعته المدعيات يزيد بنحو 9 ملايين جنيه حتى الآن عن إجمالي ما جمعته في العام الماضي، 75 مليون جنيه بالقياس 66 بالعام الماضي. أيضا جاء جميع الجهات المشاركة، المبلغ النهائي بيتضح بعد العيد، لكن عندنا أمل في الله أن إجمالي المبلغ يفوق إجمالي مبلغ العام الماضي. ففي ظل الظروف الاقتصادية اللي بيمر بها العالم، وفي ظل الظروف العامة، وفي ظل الفتح الجزئي للمساجد، ده نقلة نوعية، ونسأل الله أن يتقبل. وأكدنا أن الأمانة الأهم إن شاء الله هتكون في مراحل التوزيع، وهنسعد بتغطيتكم في الهيئة الوطنية للإعلام لتكونوا شركاء معنا، زي ما احنا شركاء في عملية الجمع والأمانة نكون شركاء في عملية التوصيل للمستحقين بعزة وكرامة. وبنأكدنا على المدريات وضع آليات تباعد عند التوزيع، سواء داخل دور المناسبات، سواء الوصول إلى البيوت، بحيث أن كمان التوزيع يصل للمستحق بعزة وكرامة حيث كان إن شاء الله. كل الشكر لحضرتك سيادة وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة. وإذا زميلي محمد، كانت هذه هي أهم الإجراءات والضوابط التي وضعتها وزارة الأوقاف بشأن صلاة العيد الأضحى غدا من مسجد السيدة نفيسة، وكذلك الضوابط التي وضعتها على مستوى مساجد الجمهورية كافة، كذلك مشروع صكوك الأضاحي الذي نتابعه بالفعل من خلال كاميرا قطاع الأخبار منذ عام 2016 كما ذكرت سلفا، وحتى عام 2020، وبالفعل سوف تبدأ عملية الذبح غدا محمد. كذلك ننتظر أن نقوم بتغطيتنا الإخبارية لعمليات التوزيع على مستوى محافظات الجمهورية. إليك في الاستوديو محمد. بشكرك شكرا جزيلا زميلي وليد هيكل من وزارة الأوقاف، وخالص الشكر والتحية والتهنئة للسيد الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.